بكلينك اليوم مشاهدينا مركزين على النساء وتحديدا المرأة الحامل وأهمية الإيكوغرافي خلال فترة حملها. صورة الإيكوغرافي يعني الصورة الصوتية. تفاصيل أكثر عن هالموضوع مع ضيفنا الدكتور جوزيف أبي شديد. أهلا وسهلا فيك دكتور. بونجور لا شرفتنا. حضرتك عندك اختصاصات كثيرة رح مرق البعض منهم دكتور: اختصاصي جراحة نسائية وتوليد، الحمل الصعب، تصوير الإيكوغرافي أو الصورة الصوتية، وجراحة وأمراض العقم عند النساء. صورة الإيكوغرافي كلنا بنسمع فيها وكلنا بنعرفها، ولكن اللي ما بنعرفه أنه ما بلشت بمجال الطب، ما بلشت بمجال كتير بعيد، وبدنا نركز اليوم على أهميتها خلال فترة الحمل عند المرأة. شو هي صورة الإيكو دكتور؟ صورة الإيكو اللي بنحكيها هي الصورة الصوتية للي أول ما طلعت سنة 1940، بلشوا كانت لأسباب حربية. نعم. كانوا اخترعوها تمشان يكتشفوا الغواصات هن وقاطعين تيشوفوا الارتدادات الصوتية ويلقطوها خلال الحرب العالمية الثانية. رجعت بعدين بسنة 1951 طوروها علماء إنجليز، تصاروا بين الطب وبين التكنولوجيا يقدروا يشوفوا يشخصوا الأمراض بدماغ عند المريض. ونحن كنسائي كطب نسائي وصلتنا سنة 1970 وقت بلشوا يستعملوها يسمعوا دقات قلب البيبي ببطن امه. وبعدين صارت تتطور بالثمانينات والتسعينات، صار عندنا الصوره المرقبه، لانه هي مثل ما بنعرف هي ذبذبات صوتيه بتروح وبترتد من الجنين على المكنه، والمكنه بتعقب لنا اياها بتفرجينا صوره متكامله للجنين بداخل احشاء امه. صارت الصوره كانت بدو ديمونسيون هيدي بالثمانينات والتسعينات، وصارت تتطور نتفه بال 2003 و2004 وصلتنا الصوره اللي هي 3 ديمونسيون. صرنا نشوف البيبي مش بلا، صرنا نشوفه كلياته 3D مثل كأنه حقيقي. وبعدين تطورت، صرنا مش بس نركب الصورة، صرنا نركب الصورة ونشوفه أون طون ريال بالوقت ذاته. ونحن عم نعمل إيكو نشوف البيبي 3D ونشوفه متكامل ببطن أمه. ل 2013 و14 طلعت ال 4D اللي بال 2008 طلعت 4D اللي هي 3D زائد الوقت. نعم. والنتيجة هون آخر صار عنا الفور دي لايف اللي هي بتشوفيها كأنك بقلب أحشاء المرأة، بتشوفي صورة كتير نقية. وهيدا التطور عم يصير نتفة. نعم. نتفة مع الوقت. هون عم نشوف كنا صورة للمكنة أو آلة الإيكوغرافي. هيدا آلة الإيكوغرافي اللي كناية عن كمبيوتر مع صوند بتلقط تبعت الصوت وبترجع، ومع إكرون منشوف الصور. إذا منقطع من بعد منشوف هيدي الصوند اللي بتبعد الزبزبات وبترجع بتلقطها ونرجع منشوف من بعد. ما في شيء بيتدخل على قلب البطن نهائيا دكتور من الخارج كل نهائيا العمل. إذا عم نشوف منلاقي الصوند اللي بتنحط على بطن الأم تبعد زبزبات صوتية ما بتأذي البيبي نهائيا، وفي عنا قسم من الصوند بتتلقى هالزبزبات وبتعقبلنا إياهم بالكمبيوتر بتعطينا صورة للجنين بقلب بطن أمه. هلا بنعرف إنه صورة الإيكو تستخدم بعدة مجالات طبية، ولكن هل هي ضرورية بطب النساء دكتور؟ بالطب النسائي إذا بدك نقسمها في طب النسائي خارج الحمل وأثناء الحمل. نحنا تنقدر نشوف من جوا ونكون في عنا دقة أكتر، بالكل مرة بتزورنا للتشيك أب نعمل لها إيكو، بنطلع على رحمة على مبيضاتها. بالإيكو بتسمح لنا نشوف أحشاء الداخلية بتأني. هلأ القسم الثاني أثناء الحبل عنده دور كتير مهم، وهون الدور الأساسي كانت لتطوير مكنة الإيكو اللي هي متابعة الحمل أثناء الجنين أثناء الحمل واكتشاف المشاكل أثناء الحمل. مشان هيك منلاقي في عنا إيكو الفصل الأول، إيكو الفصل الثاني، إيكو الفصل الثالث، وكل إيكو في عنده خصائص. يعني بتتعرض لعدة صور خلال الحمل. أكيد هلأ كل ما تزورك المريضة بتعملي لها صور، بس في عندك ثلاث إيكويات أساسية بتاخدي وقتك تتشوف الديتاي، تتشوف التفاصيل، وهول التفاصيل كتير مهمين حتى تتراقبوا إذا الجنين عم بيتطور بشكل صح طبيعي. صح 100%. هلأ منشوف نتفة صور منعرف نحن بالفصل الأول إيكو كتير مهمة. الفصل الأول يعني بعد كم شهر دكتور؟ يعني بعد 3 أشهر أول إيكو عادةً 3 أشهر الإيكو التفصيلي. بعد 3 أشهر تسمح لنا نشوف الديتاي عند المرأة. أول شيء نشوف إذا في جنين واحد أو في أكتر من جنين داخل الأحشاء، تسمح لنا نقسله قياسه للبيبي تنشوف هيدي صور من هول صور 2D بأول حمل كما فيهم يكونوا بعده البيبي صغير. إذا منشوفه ببلش يبين تكوينه، بيكون صار 6-7 سنتيمتر، بتسمح لنا نشوف إذا قياسه بيتطابق لعمره، بيسمح لنا نشوف رقبة البيبي إذا أقل من 3 ميلي أو أكثر من 3 ميلي
ايه بعدنا 2 دي هول تنتاكد انه اذا في عنده، لانه بالفصل الاول رقبه البيبي بتسمح لنا نشوف التشوهات ان كان تشوهات المونغوليان او تشوهات القلب، وهيدي بتسمح لنا اذا في عندنا ولدين او ولد واحد او ثلاثه بالاحشاء. هالتشوهات ممكن تكشفوها بالمرحله الاولى من الحمل صار فينا نكتشفها بالشهر الثالث، نكتشف كثير من التشوهات. ايكوغرافي بريكوست تسمح لنا نوصل لكثير امور وما ننطر لوقت متاخر تيصير في كونسيكونس وعواقب. اذا صار فينا نكتشفها مسبق فينا نعمل علاجات، صرنا بنكتشفها بالشهر الثالث والرابع. بيرجع في عنا الايكو اللي هي تبع الشهر الخامس السادس اللي هي بنقول لها ايكوغرافي مورفولوجيك. هيدي ايكو كثير تفصيليه، صرنا بنشوف البيبي من راسه لصبيعه. هون على شو بنكون عم نفتش بيها المرحله بالذات؟ هيدي بهالايكو بتشوفي كل التشوهات، ما بقى فيها نقطه حد شيء ما نشوفه. يعني ما بقى في شيء ممكن يظهر بالمرحله الاخيره من الحمل؟ مبدئيا 97% من التشوهات بيظهر بهيدا الحبل بعد 5 أو 6 أشهر. ايه بنشوفه، بنشوف الدماغ تبع البيبي، بنشوف العيون، شفاف القلب، الرويه، بنشوف مصارينه، بنشوف اعضائه. ان شاء الله يكون معك صور لهالمرحله هلا في نشوف. في نتفت صور هلا بيقطعوا لنا اياهم. هيدي هون عم بيقطع لنا صور دوبلر، لانه الايكو صرنا فينا نشوف الدم كيف عم يقطع عند البيبي، صرنا بنعرف اذا عنده مشاكل تاخير بالنمو سببه الدم، صار فينا نشوف كل هالامور بالدوبلر اللي هي تصوير الالوان، صرنا فينا نشوف خلاص اذا واطي او عالي بهالامور. اذا نقطع لبعدين صار فينا نشوف كل التشوهات الموجودين ونلقطها بهيدا الفصل. هلا الايكو الفصل الثالث وبيسمح لنا نشوف هيدي اي متى بتنعمل؟ بالاسبوع 32 يعني تقريبا بالشهر السابع بنطلع، صرنا بنشوف اذا راس البيبي بالاول 32 بالسابع؟ 32 اسبوع. نعم. يعني الشهر السابع اول الثامن. نعم. هيدي اساسيه كمان اخر ايكو، مش بس تسمح لنا نشوف التشوهات، هيدي عبر الايكو دكتور، هيدي اخر جينيراسيون ايكو، هيدي الفور دي لايف، هيدي الفور دي لايف، صرنا نشوف البيبي كانك بقلب بطن امه، رح نوصل لنتفت صور. معقول تنرجع هيدي كمان 4 دي لايف، صرنا نشوف الصور هلا هيدي دنيير جينيراسيون 2014 نزلوا هول توم مثلا، بنشوف الجنين الفوقاني الجنين التحتاني بقلب بطن امه كيف هون مقسومين. هيدي كمان بنشوفها بنلاقي الليكيد الماي داير مدار البيبي كيفو كانك عم تصور الصوره باحشائه من جوا. كمان هي مثلا بنشوف العظام اذا ملاحظه، بنشوف اجراء بقلب بطن امه، كل هالامور صرنا نشوف. هي دينه البيبي بار اكزامبل. يعني عبر الايكو دكتور بمختلف المراحل، يعني هون تكشف هالصوره تشوهات تكوينيه اكيد. هالصوره اساسا بتوصلنا انه نكتشف تشوهات تكوينيه بحدود 97%، لانه نحن ما في شيء بيلقطها 100% غير تتفوتي على قلب بطن المراه وتطلع. نعم. على البيبي، لانه نحن عم نستعمل مكانات، هالمكانات بيسمحوا لنا نعمل تشخيص مبدئي لكل تقريبا 3/4 التشوهات اللي بيلاقوها المراه، تنقدر مش الهدف تبعولها انه نعمل صور حلوه وتنبسط المدام وجوزها بالصور. هلا رح نشوف صور مقارنه كثير حلوين، بس الهدف كمان انه على الولاده مثلا هي بتلاقي الصوره ببطن امه وصوره بريت البطن، عم نعمل كومباريزون ببطن امه على الشمال على الشمال. واو. على اليمين بعد ما خلق، انه بنلاقي نسبه الشبه كثير كبيره بيناتهم. صحيح. بس الهدف اكثر من انه نعمل فوتوشوت ونصور البيبي ونعمل له صور سوفينير وقت يكبر يشوفهم، الهدف بنرجع للايكوغرافي هي تشخيص الامراض داخل البطن، تيكون في عنا استقبال للبيبي على الولاده بكل الاكيب الطبي اذا كان في تشوه تمشين خلص حياته. يعني هون عم نحكي من غرفه الولاده لغرفه العمليات بحالات معينه، في بعض تشوهات القلب بيضطر دغري بينقل من الولاده، ولا للاسف في بعض الحالات عم تخسروا الطفل لانه ما عم تقدر تلحقوا هالتشوهات. صح، بهالحالات اذا ما شفنا تشوهات ببطن المراه فينا بعد الولاده ما نقدر نهتم منيح بالبيبي ونعالجه مثل ما لازم نعالجه، لان قد ما متاخر بالوقت العلاج قد بيكون في انعكاسات. هل دكتور الى سايد افكتس او اثار جانبيه ان كان على الام او على الطفل؟ مبدئيا اغلبيه النساء الحوامل وازواجهم بيسالونا حكيم اذا عم تعملنا كثير ايكو في تشوهات للبيبي. مبدئيا كل الدراسات بينت هل الاوند اللي بتبعتيها ما في عندها ولا كونسيكونس على البيبي ولا على تكوينه. نعم. مشان هيك ما في خطوره، لانه منك عم تبعتي اشعه، عم تبعتي ذبذبات صوتيه والبيبي ما بيأذوا ما بيعملوا له تشوهات. في بعض الصور هون بدنا نمرقهم، بفتكر لـ procedure amniocentesis.
ايه صح، لانه كمان الايكو الاميوسنتيزز والبيوبسي للتروفوبلاست كمان للبلاسنتا ما فينا نعملهم غير بجيداج للايكوغرافي، مش هيك بتساعدنا الايكو على بطن المريضه انه يعني بالتعاون مع الصوره الصوتيه، الصوره الصوتيه وبنشك الابره تنسحب هالمي ونبعتهم على زرع تنشوف اذا في تشوهات معينه نقدر نكتشفها هي ببطن المدام. دكتور ابي شديد، في نساء ما بتكتفي بصوره واحده كل كم شهر، عندهم طلب انه يكون عندهم هيك مكنه صغيره بالبيت، وخبرتني خبريه مدهشه انه اليوم صار فينا نعمل ايكو عبر الايفون. ايه صح، هلا صار في معدات، هلا بعدهم غاليين نتفه تتكون المريضه يكون بمتناول الجميع، بس صار في لوجيسيال بايكو صغيره بتنحط بالجيبه بنوصلها على الايفون، بتقدر تعطينا صوره، نسمع دقات القلب، نسمع نشوف اذا في مشاكل صغيره، مش للديتايل للصور كثير دقيقه، بس انه صاروا بيساعدونا تنشوف دقات القلب، نشوف اشياء مبدئيه بتساعد المريضه وبتساعد الحكيم تيشخص بسرعه شغله مش قادر ينقل مكنه كبيره معه. قبل وجود الايكوغرافي شو كانوا يستخدموا اكتشاف اذا بدك هالتشوهات او على متابعه المراه الحامل؟ كان مشان مثلا هلا الايكو بتساعدنا انه نقدر وزن البيبي، نموه وهالاشياء. من زمان كان في عندهم طريقه ثانيه، كانوا يقيسوا بالميزوره بار سنتيمتر قد ايه علو الرحم، ومن اساسه يقدر وزن البيبي ونعرف اذا رحم صغير يعني في بيبي صغير في مشاكل، اذا رحم كبير. بس ما كان في الدقه الموجوده عندنا مثل الموجوده هلا مع الايكوغرافي اللي بتعطينا هالدقه المتناهيه بمتابعه الجنين وتطوره بداخل احشاء امه. نعم، بنذكر انه حضرتك الدكتور الوحيد اللي عنده ايكوغرافي الاي لايف بلبنان اللي بتفرجينا هالصور المذهله. هلا هيدي الدنيير جينيراسيون هلا صارت لازم تكون موجوده، لانه بتساعدنا مش بس للتشخيص، كمان بتعطينا صور حلوه وصار فينا نشوف بدقه اكثر امور كثير ما كنا نشوفها قبل. شكرا لك دكتور ابي شديد، يا ريت كان معنا وقت اكثر تنغوص اكثر بالموضوع، نقدم لك دعوه حتى تكون ضيفنا قريبا جدا، اهلا وسهلا فيك. ميرسي رولا وميرسي للجميع. مشاهدينا حلقتنا لليوم انتهت، بتأمل تكونوا مش بس تسليتوا برفقتنا انما كمان استفدتوا من المواضيع اللي قدمنا لكم اياها. تحيه كبيره، تحيه تقدير لكل العاملين بلبنان والعالم. اللايف جديد بكره الصبح، كونوا على الموعد.